مشروعنا بتحل مشكلة إنه الأمهات ممكن تسيب أطفالها لفترة معينة والطفل يتعرض لخطر. فرحنا عملنا صممنا وبرمجنا روبوت على شكل بروش، واحد بتعلق على ملابس الأم والتاني على ملابس الطفل. إذا الكاميرا اللي على ملابس الطفل شافت إشي بشكل خطر عليها زي مقابس، سكاكين، حرائق، إزاز مكسر، رح تبعت إشعار لروبوت الأم وينبهها بالخطر المحيط بطفلها. طبعاً إحنا عشان أوضاع غزة السياسية وكاميرا الأردوينو نار ما بتفوت غزة، اضطرينا نعمل بوت على شكل تطبيقي يوضح الفكرة للناس.